ليفربول كان مطلوب منه انه بعد مباراته امام انتر يريح بعض العناصر او وفقا لموقف الفريقين كان متوقع انه يتم رحيله. هي انتهت المباراه 3-1. نعم يريح بعض العناصر، كان في اصابات في الفريق، دياغو جوتا مصاب، تم اراحه ارلوند والظهير الايمن على الظهير الايسر روبرتسون ايضا تمت اراحته، فحقق المطلوب الثلاثه نقاط من فريق زي نورويتش صاحب المركز ال17، اقترب من مانشستر سيتي قبل مباراة ومع توتنهام اللي تعتبر مباراة صعبة نسبيا ومع فريق كبير، فمطلوب الفترة دي انه كيف تدير مبارياتك خاصة انه في مباراة في منتصف الاسبوع وفقا لانه عندهم مباراة مؤجلة برمجت في الجولة دي او في الاسبوع ده. بالنتيجة دي اصبح في المركز الاخير 17 نقطة مع بيرلي الاثنين 17 نقطة لكن بفارق الأهداف هو من المركز الأخير. نعم هو الفريق معروف عن نورويتش لمتابعين الدوري الإنجليزي، هو فريق طلوع خروج بصعود الدوري بياخذ جائزة البطل في دوري الدرجة الأولى، بيلعب موسم في الدوري الممتاز من يرجع ينزل وياخذ جائزة الرقم المادي الخاص بالمركز الأخير وهكذا طوال سنين، يعني ما في فكرة حقت إنه يستمر في الدوري أو غير عكس طيب باقي الفرق. طيب جميل، تشيلسي حقق الفوز على كريستال بالاس بهدف. طب تشيلسي هو فوز مهم لتشيلسي، يعني لو على الاقل يحافظ على الامل البسيط انه يكون منافس او مطارد على الدوري، هو اصبح 50 نقطه في المركز الثالث، في المركز الثالث وعزز مركزه الثالث. يعني تشيلسي الان بعد كاس العالم عنده ويمكن اول مباراه مهمه للفوز، كريستال بالاس يعني يمكن مركزه متوسط 13 مركز 26 نقطه، يعني مركز متوسط، يعني مو يعني الدافع الاكبر ما في عنده دافع تشيلسي، فوز مهم لتشيلسي.